شاطئ المرسى واحد من الشواطئ التونسية التي انحصر فيها البحر وتراجع مستواه، وهو ما جعله مقصد الزوار لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية بالعين المجردة والوقوف على العودة التدريجية لمستوى البحر إلى قياساته شبه المعتادة. قاعد يرجع الوضع الطبيعي، كان مجبود أكثر، شفناه في التصاور وشفناه هنا وجينا خصيصا. مرتي جات تحب تشوف البلاصه البحر قدم. سمعت صحابي قالوا لي اللي هو وخر البحر، حبيت نجي نشوف العروس هذوك كانوا ديما مغمومين بالماء، ما هو اليوم عادش مغمومين. ظاهرة طبيعية أثارت مخاوف البعض الذين أرجعوا أسبابها لما يحدث خاصة في تركيا وشمال سوريا. نتصور أنا من حكاية زلازل يمكن اللي صارت في سوريا وفي تركيا. يمكن تكون ما نعرفش زلازل صارت في البحر ولا حاجة هكا. من أسباب هذا الانحسار وفق عادل العبدولي مدير مرصد الشريط الساحلي، تغيرات مناخية تقلصت بموجبها الأمطار التي تغذي الشريط الساحلي، فضلا عن انخفاض درجات مياه البحر وارتفاع الضغط الجوي وعدد من العوامل الطبيعية الأخرى. مجموعة عوامل طبيعية مناخية وخاصة العنصر اللي هو الأهم عنصر اللي هو ارتفاع نسبة معناها الضغط الجوي. أسباب طبيعية يعود بتواليها مستوى البحر إلى وضعه الطبيعي وفق العبدولي. بداية من أواخر شهر فيفري بداية شهر مارس صارت الأمور عادية. علاش الأمور عادية؟ خاطر معناها الضغط الجوي يرجع معناها للقياس بتاعه العادي وتكون الحركة معناها الجوية عادية. وحاجة ثالثة راهو ما عنده حتى علاقة بالزلازل، ما فما حتى علاقة بالزلازل. وخاصة هذه الظاهرة خليج تونس وسواحل المهدية والمنستير وجربة وقرقنة، فضلا عن خلجان عدد من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط.